رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا. سفير مصر بموسكو يلتقي مجموعة من المواطنين تمت إعادتهم لأراضي الوطن من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية. مجلس الدوما الروسي يدعو واشنطن والناتو لوقف إمدادات الأسلحة والمرتزقة لكييف. السادسة في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقائه مع قائد القوات البرية الأوغندي الفريق موهوزي موسيفيني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. من جانبه أشاد قائد القوات البرية الأوغندي بالجهود التي تبذلها مصر والقوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة. افتتحت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسرى الشهداء ومصابي العمليات الحربية في إطار احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، ويستمر المعرض حتى 26 من مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، حيث يضم العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين. يأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها وتقديم الدعم اللازم لأفراد الجمعية. أهلا بحضراتكم من جديد. شاركت الكلية الحربية مؤسسة إبني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان إجري من أجل أطفال التوحد. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. استمراراً لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، شاركت الكلية الحربية مؤسسة إبني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان إجري من أجل أطفال التوحد. شارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نهاية الماراثون نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة إبني للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال. مؤكدا أن تنفيذ ماراثون إجري من أجل أطفال التوحد يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 87 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 133 طن سلع غذائية، كما تم ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة. أما في مجال البيع بأزيد من السعر المحلي أو الرسمي، فقد تم ضبط أكثر من 43 طن سلع و5 أطنان أسمنت. شهدت معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وهياميش رمضان وغيرها من المستلزمات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق. يأتي ذلك في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان. من جانبه شدد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان على رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع إدارات التموين بمتابعة المعارض والتأكد من توافر السلع مع شن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظا على حقوق المواطنين. وصلت معرض أهلا رمضان في محافظة دمياط استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، وتتضمن المعارض في دمياط تخفيضات تصل إلى 25% وبمشاركة حوالي 50 عارض، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى منافذ لبيع اللحوم والدواجن. كله 100 100، يعني الأسعار حلوة كويسة تمام، وانا عاوز الناس كلها تيجي تشتري من هنا لان الاسعار كلها في متناول الجميع تمام، والاسعار 100 100 تمام. برضه اشتريت منه السلع اللي فيه والاسعار كويسه عن السوق كتير جدا جدا وكويسه والحمد لله، والاسعار هنا ممتازه ودرجه اولى وحاجات حلوه واقل من السوق بكتير جدا. هنا بسم الله ما شاء الله الاسعار جميله قوي، والحاجه ببلاش هنا معرض اهلا رمضان، الاسعار مخفضه جدا. الحاجة أم 10 هنا ب7 والحاجة أم 15 ب10، يعني أسعار 100 100 يعني والحمد لله. تتواصل أعمال معرض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بمختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية، وتجاوز عدد المعارض بالمحافظة 12 معرضا. وأكد محافظ الإسماعيلية شريف بشارة أن المعارض تضم كافة المنتجات الغذائية بتخفيضات تجاوزت 30% وبأسعار أقل من الأسواق. إلى ذلك حذر مدير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية محمد السيد التجارة من استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال أو زيادة الأسعار، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي الشكاوى. النهاردة المعرض بنتابع بصفة دورية الأسعار وجودتها، وطبعا بنقارن الأسعار داخل المعرض يوميا مع الأسعار خارج المعرض للتأكد من أن الأسعار ما بيتمش التلاعب فيها، والجودة الخاصة بكل المنتج وجودة المنتج مع السعر. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الإقبال على المعرض يعتبر مستمر، في كان في المعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد أو المراكز، وكافة السلع الأساسية والغذائية من متوفرة وبكميات كبيرة داخل المعرض. يواصل معرض أهل رمضان فتح أبوابه أمام الجمهور في عدد من المحافظات لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، ويوفر المعرض كافة السلع بمشاركة كبرى الشركات بخصومات تصل إلى 30%. وما زال معرض أهلا رمضان يفتح أبوابه أمام الجمهور في عدد من المحافظات، ويعد هذا المعرض هو نتاج مثمر بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية والقطاع الخاص. الإقبال يعني من قطاع النظير بيبقى برضو بأعداد كبيرة جدا،
ولما بنلاقي الضغط كده هوت يعني في بعض الناس برضو بيبقوا محتاجين كميات كبيره من السلع، بنقول لهم يا جماعه مفيش داعي للتكالب على السلع لان السلع كلها متوفره. جهود مبذوله واضحه راي العين من الدوله لمواجهه جشع التجار، وذلك من خلال اقامه معارض للسلع الغذائيه بمشاركه كبار الشركات التي تخطت هذا العام 100 شركه تحمل خصومات تصل الى 30%. المنتجات كويسه والاسعار كويسه، ما بيغلوش يعني، بل ان في بعض الحاجات ارخص من بره. الاسعار طبعا كويسه جدا، كانت الاول غاليه ودلوقتي رخصت خالص. طبعا نشكر طبعا رئيسنا حبيبنا. المنتجات كلها متوفره الحمد لله، وبناخد حاجتنا كلها بكل راحه يعني الحمد لله. محاربه الاسعار ومنع الاحتكار وغلاء الاسعار امور على راس اولويات الدوله، والتي نفذتها بالمعارض الغذائيه والمنافذ التموينيه والمجمعات الاستهلاكيه والقانون، وذلك لحمايه المواطن المصري ليحيا حياه كريمه. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، بما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة. وقد اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لا سيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء محور دار السلام أعلى نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كيلومترا، فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء، خاصة مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين إلى جانب مطار الغردقة، فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها، استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل COP27. كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافي. استقبل السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو مجموعة من المواطنين المصريين الذي تمت عودتهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن. يأتي ذلك في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول. تجدر الإشارة إلى أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي وسفارتنا في أوكرانيا والجالية المصرية في أوكرانيا، كذلك لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن. دعا مجلس الدوما الروسي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو إلى وقف إمدادات الأسلحة وإرسال ما أسماهم بالمرتزقة إلى أوكرانيا. وأشار الدوما إلى أن الأوكرانيين يستخدمون السكان المدنيين كدروع بشرية، وأكد أن كل ما يحدث حاليا في أوكرانيا وخاصة مقتل المدنيين وسيل اللاجئين يقع على عاتق واشنطن وبروكسل مباشرة.
يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهند، حيث سيجري بحسب طوكيو مناقشات صريحة على خلفية امتناع نيودلهي عن إدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلافا لمواقف بقية الدول الأعضاء في مجموعة كواد التي تضم الهند وأستراليا والولايات المتحدة واليابان، امتنعت نيودلهي عن التصويت على 3 قرارات أممية تدين العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، واكتفت بالدعوة إلى وقف العنف. من جهة أشارت رئاسة الحكومة الهندية إلى أن المناقشات مع رئيس الوزراء الياباني ستشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك، بغية الدفع قدما بشراكتهما من أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وما بعدها. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جديدة مع موسكو. وقال الرئيس الأوكراني إن هذه هي الفرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لعقد اجتماع وإجراء حديث مع موسكو. اعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن خشيتها من ان تكون محادثات السلام بين اوكرانيا وروسيا مجرد ستار دخاني يستخدمه الكرملين قبل شن هجوم جديد. واعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ان المحادثات حول الأزمة الأوكرانية تستخدمها روسيا كوسيلة لإعادة تجميع قوتها، كما اشارت الوزيرة الى انه ليس هناك اي انسحاب حقيقي للقوات الروسية او اي مقترحات جدية مطروحة على الطاولة. وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرار رئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا بالكارثي، وأضاف أن صمود أوكرانيا من شأنه إلحاق الخسارة ببوتين. وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي لن يتوقف عن أوكرانيا، محذرا من أن روسيا ستهاجم جورجيا ودول البلطيق في حال صمتت أوروبا عن الهجوم على أوكرانيا. ففي أوكرانيا لديهم صحافة حرة وانتخابات حرة، وبكل عام تمر فيه أوكرانيا بتقدم نحو الديمقراطية والحرية، فهو يخشى من النموذج الأوكراني وهذا قريب منه. ففي روسيا بوتين هناك اعتقالات واعتقالات وغزو وغزو، وربما يطلق النار عليك أو تسمم. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده زودت أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى جانب تزويد كييف بصواريخ مضادة للطائرات. وأشار والاس إلى أن لندن لن تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، لافتا إلى أن روسيا باتت تمثل خطرا يهدد الجميع في أوروبا. بريطانيا ستساعد أوكرانيا، وأيضا سنقوم بإرسال صواريخ مضادة للطيران، ولا نتوقف هناك بل نقف إلى مع شركائنا في الناتو وفي أوروبا ودول البلطيق أن نعزز قوتها، لأن بوتين كان واضحا في تهديده أننا جميعا تحت الخطر. وتم إرسال جنود إلى بولندا للمساعدة في أعمال الهندسة، وكذلك في إلى إستونيا وإلى رومانيا وبلغاريا. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن العقوبات الاقتصادية ستتسبب بأضرار كبيرة على روسيا. تراس أعربت عن خشيتها من أن تكون مفاوضات روسيا مع أوكرانيا مجرد تغطية لهجوم جديد، لافتة إلى عدم الرغبة في العودة إلى زمن الاتحاد السوفيتي. نحن بحاجة لأن نقف لكل مجتمعاتنا وأن نخيب أمل الله مرة ثانية. تحالفاتنا هي مع الحلفاء والأصدقاء، وأيضا ساعدنا الأستراليين في الحصول على الغواصات العسكرية المهمة. المملكة المتحدة هي أكبر منفق في دول الناتو في أوروبا، ونحن نساعد استونيا وبولندا وبلغاريا، ونحن نعمل على تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري.
وأننا نستخدم حريتنا ضمن بريكزيت لإيجاد علاقات مختلفة، وبالتالي ننهي الاعتماد على تلك الأنظمة الأحادية التسلط. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الروسية تتعثر في عدة جبهات في أوكرانيا، وشدد على دعم بلاده للشعب الأوكراني ضد الهجوم الروسي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري في صوفيا، لفت أوستن إلى أن الهجوم الروسي تسبب بخسائر مأساوية في أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وبلغاريا على المستوى الأمني. أنا أتفق مع رئيس الوزراء، وأود أن أضيف أنه من المهم أن تكون لدينا القدرات المناسبة للدفاع عن بلغاريا ولإضافة القيمة للجهود جهود الناتو، وكي نعمل معا لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق. لا يمكن أن يتم ذلك بالدقيقة الأخيرة، بل لابد من التنسيق بشكل متواصل ويومي تقريبا لضمان أننا نتواصل ونفهم تقنيات وطريقة عمل كل طرف، وبالتالي كل هذه الأمور التي نعمل عليها الآن وسنواصل العمل عليها بالشكل المناسب. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت الوصول إلى بحر أزوف مؤقتا بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر. وأوضحت الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على منطقة عمليات دونيسك. كانت روسيا قد أعلنت أن قواتها تشدد الخناقة حول ماريوبول التي لحقت بها أضرار بنحو 80% من منازلها، وربما لا يزال نحو 1000 شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة. أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني عن أمل بلادها في إجلاء المدنيين عبر 10 ممرات إنسانية من مدن وبلدات على خط المواجهة مع القوات الروسية. وقالت فريتشوك إنه تم الاتفاق على ممر لمدينة ماريوبول المحاصرة على الرغم من فشل جهود السلطات لإجلاء المدنيين من هناك بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار. Ми вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень і просимо світову спільноту сфокусувати свою увагу саме на цій проблемі. نشرة السادسة متواصلة وتتابعون فيها. المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي حولها.
بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح جهود إعادة العلاقات اللبنانية الخارجية إلى طبيعتها. وأشاد رئيس الحكومة اللبناني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي بوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة، مشيدا بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية الخارجية إلى مسارها الصحيح. من جانبه أبدى وزير الخارجية الكويتي ارتياحه للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج، متمنيا أن تتم إعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا. أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي حولها. جاء ذلك خلال لقاء السايح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي دعا جميع الأطراف إلى دعم هذه العملية. سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام، وذلك بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة بالصين. وأوضحت اللجنة الصينية أن حالتي الوفاة سجلتا في منطقة جيلين شمال شرقي الصين على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا، حيث تشكل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أوضحت أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في موعدها المحدد وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل، حيث سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 من إبريل، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس. كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في 8 مايو القادم وتستمر حتى 12 مايو. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة. أوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 430,198 متعافيا. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9,942 قضية تمونية متنوعة، من بينها 138 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء،
بمضبوطات بلغت 3857 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 133340 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9383 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 10255 طن و 492 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 107 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 2000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة و 51625 عبوة زيت طعام. كما تم ضبط 289 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة و 40615 عبوة زيت طعام و 41760 قطعة أدوات منزلية. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 115 طن أسمنت وأكثر من 400 طن حديد تسليح، إضافة لضبط أكثر من 52 طن أسمنت و 75 طن حديد في مجال بيع مواد بناء بأزيد من السعر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 322959 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 64328 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3870 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 188 سائقا منهم. كما تم المرور على 212 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 921 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 3 حالات. كما تم فحص 849 مركبة، تبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 558 سيارة و 62 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفة قائد الدراجات النارية تم ضبط 16489 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 784 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83558 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 67,957,415 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 258 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بإجمالي مضبوطات 211,033، من بينها 173 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196,558 وحدة فنية متنوعة. كما تم ضبط 85 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 14,475 كتب دراسية خارجية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 216,167,859 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1986 قضية
في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,170,799,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,966,108 جنيه. والآن جاء موعدنا مع الأخبار الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما أميرة العقدة ويسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا أن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تؤكد أهمية الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار. وأكد الملا خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد الحفارات ومن ثم زيادة عدد الآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة. وأضاف الملا أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات خفض الانبعاثات وترشيد الاستهلاك ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج. احنا بنتابع بقى النهاردة زيادة الانتاج واستقراره، وفي نفس الوقت سواء ده كان بالنسبة للزيت الخام او للغاز الطبيعي. وزي ما كنت بقول الصحراء الغربية مهمة جدا لان هي بيتم انتاج فيها اكبر حصة من الزيت الخام بتطلع من الصحراء الغربية وهو خام الصحراء الغربية، وده من ضمن الانتاج المهم اللي بتقوم به الشركات المشتركة النهاردة. واحنا بنزورها شركة خلدة وهي مع الشريك الأمريكي شركة أباتشي، وشركة عجيبة وهي مع الشريك الأجنبي الإيطالي شركة إيني. في أسواق المعادن النفيسة اتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن، وهو من أصول الملاذ الآمن بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، كذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وعلى الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 إلى 763 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 890 جنيها للجرام، عيار 24 1017 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 7120 جنيها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي بالسوق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 107.93 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% لتستقر عند 104.70 دولارا للبرميل. قال المعهد الوطني للإحصاء بتونس إن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 885 مليون دولار في أول شهرين من العام الحالي، وارتفعت قيمة الواردات التونسية بنسبة 33%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 31.6%. يذكر أن العجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية زادت من حدتها جائحة كورونا. قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إن الحكومة ستجدد جهودها للسيطرة على الأسعار، داعيا إلى اجتماع مع جميع القطاعات الأسبوع المقبل للاتفاق على استراتيجية لخفض التضخم.
وبلغ مؤشر التضخم الشهر الماضي 4.7%، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه التضخمي بالأرجنتين، وهو ما يعيد للأذهان تضخم عام 2021 الذي وصف آنذاك بأحد أسوأ أزمات التضخم في العالم. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى أميرة وياسر. إليكم. شكرا لك رغدة. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكري يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا. سفير مصر بموسكو يلتقي مع مجموعة من المواطنين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية. مجلس الدوما الروسي يدعو واشنطن والناتو لوقف إمدادات الأسلحة والمرتزقة لكييف. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وأمنه.